فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الإبانة لابن بطة، والإبانة لابن بطة فيها روى المصنف في حديث بإسناده الصحيح، وهو قد أخرجه أبو داود أيضا، عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما قدمنا مكة أخبر بقص يقص على أهل مكة لبني مخزوم، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرتك بهذا القصص؟ قال: لا. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذني؟ هو لي الأمر، يعني هو خليفة المسلمين الآن. قال: ننشر علما علمناه لله. فقال معي معاوية: لو كنت تقدمت إليك قبل مراتي هذه لقطعت منك طابقا. ثم قام حين صلى صلاة الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. انظر هنا لفي هذا الباب، حفظكم ربي أحسن الله. إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال: إنه سيخرج في قومي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. نسأل الله ألا نتقاعس عن نشر السنة، ونسأل الله أن يجعلنا من المستمسكين بالسنة، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من أهل السنة. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم تب علينا. هنا أتى بالقصاص، تعرفون القصاص هو الوعظ. الإشكال في كل هذا الباب أننا نعيش زمانا امتلأ بالوعظ، وامتلاءه بالوعظ جعل الوعظ هو الأصل. هو امتلأ بالوعظ وجعل الوعظ هو الأصل، والناس اختلط عليه الأمر فحسبوا أن الواعظ الذي يعظ الناس ببعض الكلمات الطيبة والإخلاص في العرض بأن هذا هو العالم، فتراهم جميعا يجتمعون حوله ويسألونه، يعني يضيعونه، لأنه كلما سئل ويريد يعني حتى يتنصل ما يستطيع. وجد الناس جميعا حوله، والناس جميعا تمسكوا بما هو فيه وأرادوا يعني ما عنده، علموا أنه العالم، وهذا انقلاب الأحوال. ولذلك قال ابن مسعود: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء. وهذا كان زمان التمكين والعلو، وسيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، وهذا الزمان الذي نحن فيه، تراجع. والمسألة عضى المسائل وأمور ما يعلم بها إلا الله جل وعلا من الاشتباكات الذهنية والفكرية والعقدية، وما ترى التصدر فيها إلا لأصحاب الوعظ والتذكير. ولذلك الأمة تائهة ضائعة متخبطة، والخلاف فيها يشتد ويكثر، والنزاعات فيها ما يمكن حصرها ولا قصرها بحال من الأحوال. فلذلك قال له: أقصصت دون إذني؟ قال: علم على مناه الله جل وعلا نحن ننشره. يعني قال: لو كان ذلك يعني جئتك قبلها، لا يعني كأنه قال: لقطعت يدك، لقطعت رأسك. ثم قام فخطب في الناس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. وفي الرواية الأخرى التي فيها التفصيل إن اليهود افترقوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وإن النصارى افترقوا على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. وقد كان أنت ترى خمسة أصول الفرقة: الروافض والخوارج والجهمية والجبرية والمرجئة، وتشعبت كل فرقة من هذه الفرق تشعبت. فقال: على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن هنا شوف، قال ملة على 72 ملة، يعني الأهواء، فالأهواء هي التي تفرقت بهم، الأهواء هي التي تفرقت بهم كلها في النار إلا واحدة. فما أراد أن يبين ذلك، ما في أي دليل ثبت عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كلها في النار إلا واحدة،
هي الجماعة. ما الجماعة؟ ما الجماعة؟ الجماعة أن تكون على الحق، والحق لا يبعد عن الكتاب والسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فالجماعة قد قال فيها ابن عيينة أو الثوري قال جماعة العلماء، الجماعة العلماء، وهذا حق، هم الجماعة حقا، هم النجاة حقا، هم ورثة الأنبياء حقا، هم حملة الشريعة حقا، هم سبب في تبديد ظلمات الفتن حقا. وزي إسحاق بن راهوي قال الجماعة هم العلماء، لأن الناس جميعا لابد أن ينضوا تحت رايته. وقد قال ابن مسعود أنت الجماعة وإن كنت على الحق فأنت الجماعة، وإن كنت وحدك، يعني إن كنت على الحق أنت على الحق، إن كنت وحدك، ولو كنت المهم أن تكون على الحق فتكون أنت الجماعة ولو كنت وحدك. ولذلك ابن مسعود قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. قالوا إن إبراهيم قال إن معاذا، كل ذلك ليثبت أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان الحق، وكان يفرق بين الحق والباطل، وكان يفرق بين الحرام والحلال، وكان ينشر ذلك بين الناس. نعم هم فيهم الخير لكنهم ليسوا علماء هؤلاء الوعاظ. فابن مسعود يقول إن معاذا كان أمة، فيها دلالة واضحة جدا أن تكون على الحق فأنت الجماعة. فالجماعة يعني طبعا فسروها بتفسيرات، منهم من قال سواد المسلمين، ومنهم من قال الصحابة، ومنهم من قال كل من كان على الحق فهو الجماعة. وهذا الحق على ما قاله ابن مسعود أن تكون على الحق فأنت الجماعة، أن تكون على الحق فأنت الجماعة. لكنه قال إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، وهذه فيها دلالة على تحكم الأهواء في المسلمين في آخر الزمان، وهذا الذي نعيشه الآن حتى في الأوساط الملتزمة. الأهواء تحكمت واستحكمت فأهلكت وعصفت واستكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن ترى شحا مطاعا أو هوا متبعا فانتظر الساعة. قال فعليك بخواصة نفسك. فقال إذا رأيت أعجابك أن الناس في أعجاب كل امرئ بنفسه برأيه، إذا رأيت شحا مطاعا وأعجابك لذرأ برأيه ورأيت يعني هوى متبعا فعليك بخويصة نفسك، عليك بخويصة نفسك. يا رب يا رب يسر عيننا يا رب العالمين. قال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب مرض بصاحبه. شوف مرض الكلب مرض يأخذ بكلية الجسد، مرض لا يبقي ولا ضر. قال إنسان فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يتجارى بأمتي، قال إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. المعنى أنه إن لم تكونوا متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ناصرين لهذه السنة فإنه أحرى بالآخرين ألا يفعلوا، يعني تكونون سببا في ضياع السنة وعدم انتشارها، وأيضا سببا في ضياع من جاء بعدكم. وأنتم إذا لم يصل الدين غضا طريا على أكتافكم على من يصل؟ لذلك كان الصحابة لهم من الأثر البعيد العظيم في هذه الأمة. الأستاذ صلاح جاد يقول شرب الشربات، طبعا شرب الشربات إن كان إقرارا فهو انتشار، هو نشر لهذه البدعة، وهذه بدعة مميتة، بدعة ينافح عنها مبتدعة ليس لهم لا علم ولا لهم أيضا بصيرة نافذة. ولذلك شوف قال إن لم تقوموا أنتم بنشر السنة، ونشر السنة أصالة قائم على هدم البدعة. يا رب فرش كربك، يا رب فرش كرب الذرية والزوجة ويحسن لكم. لذلك قال إن لم تقوموا أنتم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم به؟ ففيه دلالة على الحث على نشر السنة والعمل بها، فيها دلالة على الحث على نشر السنة والعمل بها. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة، يعني هل الوعظ يعني يشترط فيه إذن ولي الأمر على ما فعل معاوية؟ قال لم تستأذن مني،
حقيقة يعني هو الرجل كان معه الحجة، لذلك لم ينكر عليه. قال علم علمناه الله جل في علاه، نعلمه لله يعني. لا مشاركة في شيء فيه بدعة وفيه أمر لم يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من يفعل بعد ذلك؟ نعم بدعة، مشاركة في البدعة. الفائدة الثانية، الافتراق سنة كونية واجب دفعها شرعا، لا نجاة لنا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا كنا يعني نكاية فيك، لا نجاة لنا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هي الجماعة، والجماعة هي من كانت على الحق، والحق هو الكتاب والسنة، والحق هو الكتاب والسنة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.